جوعتوهم ولادنا جوعتوهم ولادنا جوعتوهم. اللي خلانا نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه هو الزيادات الارتفاعات المهوله في ماده المحروقات. هذه رساله، هاد الوقفه اللي خصها الدار، هذه رساله راه ماشي غير حنا المهنيين او الاتحاد المغربي للشغل اللي خص يدير، راه هاد الرساله، هاد الارتفاع راه كيهم جميع الشرائح المغربيه، المواطنين كاملين كتهمهم، وكلهم خصهم يديروا نفس الوقفه، وكلهم خصهم يستنكروا هاد المهزله. هذه راه مهزله، راه السوق الدوليه في المحروقات راه كيعرف انخفاض، راه فرنسا هذه يومين راه نقصات من المازور ونقصات من المحروقات كامله. حنايا عندنا ارتفاع دابا في مده ديال 10 ايام ارتفعت 4 ديال الخطرات، الرابعه هي اللي غادي هو اللي غيكون غدا ان شاء الله، هذه هي الرابعه في مده ديال 10 ايام. السؤال عندي انا المطروح، السؤال اللي بين قوسين اللي ما جاوبني عليه حتى واحد، لصالح من؟ هذيك المحطه ديال تكرير البترول ديال لاسامير لصالح من ما بغاش يخدم؟ علاش ما بغاش يخدم؟ هذا هو السؤال اللي خص يجاوبوا عليه المغاربه ويجاوبنا. كنتمنى شي مسؤول في الحكومه، واخا هما راه في سوبات، حنا عارفينهم في سوبات، ما عمرهم غيجاوبونا عليه، علاش هذيك ما بغاش تخدم؟ لاسامير علاش ما بغاش تخدم؟ لمن غنشكيو؟ لمن غنشكيو؟ لمن غنرفعوا الشكوى ديالنا؟ واش نشكيو الكبيرون الذي يعلمهم السحر؟ لمن غنشكيو؟ رئيس الحكومه انا غنعطيه حاجه وحده، يكون راجل ويحط الاستقاله ديالو. راه فشل رئيس الحكومه اخ النوش، فشل راه فشل في جميع الملفات. انا كنتمنى هذه الرساله هذه يفهموها المغاربه، رئيس الحكومه فشل. حنا واحد الشريحه من المواطنين المهنيين كنهضروا بالصوت المهني، المهني اللي مضرور اخويا من عده عوامل، عده اكراهات. حنا مع تطور البلاد، مع سيدنا في التغيير، والحمد لله سيارة الأجرة ولاو فيها مهنيين كما كتشوف، شباب لا في الكومبورتمون ديالهم ولا في خاصهم، هاد الشريحة خاصها العدالة الاجتماعية اللي كنشوفوها مؤخرا. يعني صراحة يعني كاين واحد الضغط كبير على المهني، لا في العمل ديالو كالخطافة، اللي صراحة هاد الشيء مسكوت عليه رغم أنه كيعمل فساد بهاد العمل الشنيع اللي كنعتبره حنا شنيع، لانه كل لقينا فيه الخير ولقينا يعني يرضي ان كلنا حنا نحطوا الطاكسيات ونمشيو نديروا. النقطه الثانيه وهي روسيطا، عنده روسيطا يعني طالعه، عنده بريزون شارج ديالو اللي كيخدم نهار كامل، خاصو روسيطا، خاصو المازوط عاد باش يدي داك القسط من الربح ديالو. هذا القسط من الربح ديالو زائد غلاء المعيشه، ملي كيجي الغازوال وكيحيد ليه واحد 70% من هذاك الربح، يعني هذا السائق المهني صراحه يعني كيعيش واحد المأساة حاليا في الظروف اللي كنشوفوا في اسبوع كيتزايد المحروقات بواحد الطريقه، يعني حنا كنصدموا يوم عن يوم، يعني كيتزاد ب 30 سنتيم شويه 50 سنتيم تصاعدي شويه كيتزاد بواحد 90 سنتيم. يعني هنا هاد الوقفه اللي كما كيشوفوا المواطنين والراي العام، وقفه هي كتعبر على الموقف ديال المهني اللي وصل للحضيض.